ثالثا ندائي لعلماء مصر، أريد من الشيخ محمد حسان الذي يحظى بشعبية كبيرة أن يخرج على الأمة المصرية وأن يحذو حذو الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي أصدر بيانا للشعب المصري بضرورة الخروج لنصرة الشرعية، وأن يحذو حذو الشيخ محمد حسين يعقوب الذي خرج للميادين عمليا، والشيخ القرضاوي حفظه الله، ولكثير من الشيوخ، يعني مجموعة. نحن نريد إن شاء الله من الشيخ محمد حسان الذي يحظى بشعبية كبيرة وباحترام في العالم الإسلامي ألا يسكت هذه المرة، ألا يسجل عليه التاريخ أنه لاذ بالصمت في مرحلة لا يجوز لعلماء الأمة أن يصمتوا. القضية قضية دين، ولا يسكت عن قضية الخطر الداهم في الدين إلا لإنسان لا يعلم قدر الخطر والمساوئ والسلبيات التي ستطال مصر إذا سكت هؤلاء. نحن نطالب العلماء، وخاصة أوجه إلى شيخنا الفاضل شيخ حسان حفظه الله ورعاه الله، كم انتفعنا بالعلم، كم تتذمذنا على يده. نحن في المغرب نعتبر أنفسنا من تلامذة شيوخنا في مصر. يا شيخ محمد حسان، ليس لك الآن الفرصة للسكوت، عليك أن تتكلم، أن تقول فقط ما قال الله ورسوله. شرع ربنا أعلى من أهوائنا ومن كل شيء، وإن كان لك رأي آخر فقله لكي نعرفه. ربما كنا جاهلين، لا نفهم حكم الشرع عندما تكثر الفتن، فنحتاج للعلماء المتنورين الغارفين من كتاب الله وسنة رسول الله لكي يوضحوا لنا ويبينوا لنا. واعلموا أن البيان عند العلماء لا يجوز تأخيره عن وقته أبدا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من علم علما وعلمه الله علما فكتب في ظرف تحتاج الأمة إلى تبيان العلماء ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا للعلماء. نحن لا نطمع في علماء المغرب أن يقولوا شيئا، لا نطمع في علماء الأمة الآخرين أن يقولوا شيئا، لكن نحن نتحدث مع علماء مصر. أما بالنسبة للشعب المغربي